مدينة حلب ومقيم باسطنبول الآن. محمود احكي لي عن مهنتك شو هي؟ حلوة، صار لي من مدينة حلب يعني حلوة، أنا يعني قديم يعني بحلوة، يعني مهنتي من حلب وجيت لهون كمان من نفس المجال، صار لي تقريبا شي 7 سنين أنا هون. كيف أسست مشروعك الخاص؟ الواحد دي يتعب عليه يعني، أول شي اشتغلت عند واحد تركي. صار لي فترة يعني اشتغلت، جمعت زبائن، اشتغلت، صار عندي مجتمع يعني، صار في عندي عالم يعني، صار أسس شوي زبائن، بعدين جيت لهون وفتحت محل وبلش. شو الصعوبات اللي واجهتك أثناء افتتاح مشروعك الخاص؟ صعوبات ما في، لأني كنت مؤسس أنا يعني، ما طلعت مباشرة من سوريا لهون، فتحت يعني للصعوبات يعني أسست أنا يعني اشتغلت، بعدين جيت فتحت يعني لحقوني عالم زبائني، اشتغلت شوي شوي، واحد بيطلع درجة درجة يعني. انت ما اخذت الجنسية التركية صح؟ لا بالسلامة، الله يسلمك. طيب ما انت حسيت انه هذا الشيء اثر عليك، انه انت ما مالك تركي؟ هل كانت الامور مبسطة وميسرة لك كسوري؟ يعني في شوي يعني في شوية مشاكل بس لابد منه يعني، بس يعني عادي يعني، طالما انت امورك نظامية بهالبلد عادي يعني، وحي الله بلد يعني، وين ما رحت امورك نظامية خلاص تمام يعني، ما في مشكلة. من سويت مخسر المحل ما صار في يعني؟ لا ما في مشكلة، كلهم الامور كلها نظامية. نصيحة للشباب اللي عم يشوف امامه ثغرات كثيرة في هالبلد، هذا في بلد الاغتراب، ايه شو بتنصحه انت؟ من ناحية الشغل قصدك يعني؟ من ناحية الشغل. يا الله يعني بلشت مثلا مشروع فشلت فيه، يعني مو قصة فشلت، ما هلا مثلا كنت فاتح بسوريا يعني ما كمل المشروع يعني، هو الحمد لله ناجح كان، بس بظروف الحرب طلعت على سوريا، طلعت على تركيا، ورجعت بلشت من اول جديد درجه درجه يعني، يعني ما فكرت بالماضي بالفشل بهيك الامور يعني، بلشت ورجعت اشتغل وهيك شيء، وبعدين فتحت المحلات ورجعت اسس من اول جديد يعني. الواحد ما بده يطلع على ورا، طالما طلعت ورا بتضل ورا انت، هي نصيحتي يعني. يستمر ويضغط على حاله مشان لازم يستمر لك، ايش بده يساوي لك يعني؟ اذا ضليت انت عم تفكر الماضي وفشلك يعني بتضل محلك يعني، خلص بدك تضل تفكر للاحسن لقدام، هذا يعني هي النصيحه يعني. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب، تشرفنا بمعرفتك.